نتكلم اليوم عن تفاصيل أكثر وأجواء اليوم الأخير من الكونغرس العالمي للأعلام وتطلعات الدورة الثالثة في الكونغرس العالمي للأعلام مع ضيفنا عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد حسن الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة ومدير إدارة تقنية المعلومات بوكالة أنباء الإمارات وام. يا مرحبا وسهلا فيك في مساء الإمارات. يا هلا فيكم ومساكم طيب، الله يحفظكم. مساك الله خير. يبارك فيك. في البداية لو تخبرنا عن ختام فعاليات الكونغرس العالمي للأعلام وكيف كانت الأجواء في آخر يوم. نعم طبعا، ختام فعاليات النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي كان ختام مبهر، وهذه طبعا النسخة الثانية، وكان لافتة وجود طبعا عدد كبير من المشاركين والعارضين. أكيد قطع الاتصال معنا، ولكن نفس ما ذكر أن الكونغرس العالمي للإعلام كان ختامه مبهر. نعم. وأنا شاهدت أكيد بعض من اللقطات اللي كانت موجودة، شفت الجلسات الحوارية والنقاشات اللي كانت موجودة عنا في الكونغرس العالمي للإعلام.